حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، إذا قامت الصلاة، إذا قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا.
وانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والعبد المتقين. الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واهدنا واغفرنا. لا إله إلا الله نستغفر الله ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. لا إله إلا الله نستغفر الله ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. لا إله إلا الله نستغفر الله نستغفر الله ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. يا الله عملتنا صغيرة كبيرة غناهك وعافانا. يا الله عملتك فيه توفيق غفورا. يا الله عملتك طالب الاستقامة غفورا. وما لزمته حكمك من يديك توفيق غفورا. يا الله يا دايم هماري مدد فرما. يا الله يا دايم هماري مدد فرما. يا الله يا الله تمام أمة المسلمات مناهك أخذ فضل كرم سمعا فرما. يا الله مناهك نبوسك وجاس ولي أمة المسلمات استنجي تنكستي بشكار. يا الله استطور فرما. يا الله أخذ فضل كرم سمعا راحت كمعاملة فرما. يا الله سلامتي تمام لا فرما. يا الله معاشي راحت وسام تمام لا فرما. يا الله صدق الدين والاستقامة تمام فرما. رمضان مبارك بركة نعمة مغفرة بخشش اور جنة اور جهنم سے خلاصی عطا فرما. يا الله رمضان مبارك جتنی فضیلت ہیں وہ تمام فضیلت ہم سب کو مصداق فرما. يا الله ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادات کی توفیق عطا فرما. يا الله جو ٹوٹے ٹوٹے اعمال آپ کے حضور میں پیش کیے گئے ان کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما. يا الله ان کو قبول و منظور فرما اور اپنے شاعر شان جزا عطا فرما. يا الله ہم سب کے نامہ اعمال کو حسنات سے پر فرما. يا الله ہم سب کے نامہ اعمال سے سیئات کو دور فرما سیئات کو ختم فرما بلکہ یا اللہ ہمارے سیئات کو اپنے فضل و کرم سے حسنات میں تبدیل فرما. یا اللہ آپ کے رب ہونے پر راضی ہیں آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول و نبی ہونے پر راضی ہیں خاتم النبیین ہونے پر راضی ہیں اور ایمان رکھتے ہیں. یا اللہ اسلام کو
تین بڑے پرداسی ہیں اور ایمان و یقین رکھتے ہیں. یا اللہ ہم سب کو اس دین پر استقامت عطا فرما. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. آپ علیہ السلام و سلام کے دست مبارک سے حوض کوثر عطا فرما. جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں معاملہ نہیں آتا بن مانگے جو ہمارے حق میں بہتر ہو ہمیں عطا فرما. یا اللہ ہمارے بیمار کو صحت و تندرستی عطا فرما. مسجد کے نمازی فاروقی صاحب بیمار ہیں, یا اللہ ان کو اپنے فضل و کرم سے صحت و تندرستی عطا فرما. اور جتنے بھی یا اللہ مسلمان مریض ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستقل و دائمہ عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی مرحومین ہیں سب کی بار بار مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے اعزہ و اقربا جو ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں سب کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. سب کو درجات کی بلندی عطا فرما. جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ یا اللہ ہمیں ہم آپ کے تمام خیر کے یا اللہ طلبگار ہیں, آپ کے فضل کے طلبگار ہیں. یا اللہ فضل عطا فرما, خیر عطا فرما. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دل بندوں نے جو خیر کی دعائیں آپ سے مانگی ہیں وہ خیر ہم سب کو عطا فرما. اور جن شعور سے بنا مانگی ان شعور سے ہم سب کو محفوظ فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما, اسلام کا بول بالا فرما. یا اللہ اسلام کے خلاف جو کفار و جو تعاون پر سر نگار ہیں, یا اللہ ان کی طاقت کو پاشپاش فرما. یا اللہ ان کو مسلمت کو نشان عبرت بنا. یا اللہ ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرما. ہر قسم کی گمراہی غیر عربی اور کفر و الحاد و شرک سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے دعاؤں کو بحضرت فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ وسلم علی رسول کریم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. Thank you.